لأنه في إطار اجتياز امتحانات البكالوريا للموسم الدراسي 2016-2017، فالمديرية الإقليمية بطبيعة الحال في إطار تطبيق مساطر ودليل مساطر لاجتياز الامتحانات قامت بمجموعة من الإجراءات التحضيرية إن على مستوى تحضير الامتحانات البكالوريا في الشق الجهوي أو الامتحانات البكالوريا في الشق الوطني. فالامتحانات البكالوريا بالنسبة للشق الجهوي تمت نهاية الأسبوع الماضي، تمت في ظروف حسنة وحسنة جدا. فقبل بطبيعة الحال هذه العملية للإجراء أسبقها مجموعة من العمليات المرتبطة بالتحضير، وهذه السنة هذه كان هناك إجراءات استثنائية إضافية من أجل تأمين أمكنة حفظ المواضيع، كذلك تأمين داخل المركز الإقليمي للامتحانات، وكذلك داخل غرف الحفظ أو مكاتب حفظ هذه المواضيع بالمؤسسات التعليمية، حيث تم تثبيت الكاميرات بمجموع المراكز الجهوية واللي عددها وصل هذه السنة هذه إلى 16 المركز. كذلك تم تسجيل حالات الغش يعني معزولة جدا هذه السنة هذه، وهذا بطبيعة الحال يترجم الاستعدادات والتدابير التي قامت بها المديرية على جميع المستويات بدءا من المؤسسة التعليمية ووصولا إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين. بالنسبة لامتحانات البكالوريا واللي سارية ابتداء من اليوم الثلاثاء، فمجموع المترشحين بالنسبة لمديرية إقليم الحوز فوصلت إلى 3250 مترشح ومترشحة، فيهم تقريبا 406 ديال المترشحين أحرار، والآن تيجتازوا في مركزي إعدادية المجد بتحناوت وإعدادية علا الفاسي بأوريكا. فهاد السنة هذه استثنائي بالنسبة للحالات ديال الغش كما قلت، واليوم في اليوم الاول في اجتياز المباراه والامتحانات البكالوريا الشق الوطني فتم تسجيل 4 حالات، وطبيعه الحال تم اتخاذ الاجراءات اللازمه باعداد التقارير من اجل احالتها لاحقا على اللجنه الجهويه اللي بت. وهنا فقط للذكر فالعمل ديال هذه اللجنه الجهويه اللي اشتغلت لمده سنتين الماضيتين، فمجمل القرارات اللي خرجت بها فهي يعني زجرت شيئا ما او يعني بشكل ملحوظ يعني عمليات الغش او الغشاشين، الشيء اللي انعكس بشكل ايجابي على يعني المؤشرات ديال هذه الحالات الغش هذه السنه هذه اللي انخفضت وانخفضت بشكل كبير وكبير جدا. نرجع فقط للجانب التحضيري، فكانت هناك اجتماعات مكثفه من اجل يعني اعداد الشروط اللازمة لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني، حيث كانت هناك 4 اجتماعات على مستوى عمالة إقليم الحوز تحت الرئاسة الفعلية للسيد عامل الإقليم اللي كنشكره من هذا المنبر شكر جزيل لأنه شرف على هذه العملية هذه بشكل مباشر. وتم بطبيعة الحال إرساء مجموعة من التدابير مع السلطات الأمنية والسلطات ورجال السلطة أيضا من أجل بطبيعة الحال ضمان يعني شروط مواتية لاجتياز هذه الامتحانات بما يضمن تكافؤ الفرص وحفظ حق المترشح والمترشحة من أجل اجتياز هذه المباراة أو الامتحانات في أحسن الظروف. كذلك هناك اجتماعات داخلية يعني داخل المديرية الإقليمية مع السادة رؤساء مراكز الامتحان من جهة والسادة المراحضين أو ما يصطلح عليه بمراقبي الجودة اللي كي يشرفوا العملية ديال الإجراء داخل هذه المراكز ديال الإجراء، وتم مدهم بطبيعة الحال بمجموعة من التعليمات اللي تروم بطبيعة الحال تكافؤ الفرص داخل هذه المراكز، وكذلك من اجل تامين محيط المؤسسات التعليميه بتنسيق مع السلطات المحليه، كذلك تامين المواضيع اللي بطبيعه الحال شرفنا على نقلها من الاكاديميه الجهويه للتربيه والتكوين ومرورا عن طريق المديريه الاقليميه ووصولا الى مراكز بطبيعه الحال ديال الاجراء. وهذه العمليه تمت بتنسيق تام وبحضور فعلي للسلطات الامنيه الدرك الملكي اللي كنشكر بهذه المناسبه القيمين والصاهرين على يعني التامين بطبيعه الحال، اضافه الى الدرك الملكي كاين هناك ايضا رجال السلطه اللي جنبا الى جنب نعمل على نقل هذا الموضوع بشكل يومي الى المراكز. كذلك كان هناك ارساء ديال 3 لجان ديال اليقظه والتتبع اللي بطبيعه الحال بشرت الاعمال ديالها قبل الشروع في الاجراء من اجل بطبيعه الحال الوقوف على اخر ترتيبات واستعدادات داخل هذه المراكز، ثم اثناء عمليه ديال
اجتياز المباريات، واللي بطبيعة الحال كتدخل كل ما اقتضت الضرورة ذلك، وبطبيعة الحال كذلك كتقوم بدور المراقبة في هذه المراكز من أجل الوقوف على تطبيق التعليمات بطبيعة الحال وفق الدليل المصدري لاجتياز هذه الامتحانات. فعلى العموم فإلى حدود الساعة الحمد لله فالأمور يعني الحمد لله جارية من أجل يعني إنجاح هذا الاستحقاق هذا، وحنا بطبيعة الحال نقوم بما يمكن أن نقوم به من أجل النجاح في هذه المهمة هذه. وأشكر بطبيعة الحال هذا المنبر الإعلامي على التتبع ديالو والمساندة ديالو، لأنه كنعتبر دائما المنابر الإعلامية هي شريك أساسي من أجل يعني مواكبة جميع ما تقوم به المديرية من انطلاقا من الدخول المدرسي ووصولا إلى الحصاد الذي أعتبره هو الامتحانات الإشهادية، والنتائج اللي كنتمنى إن شاء الله تكون مرضية بالنسبة لهذه المديرية يعني كشاكلتها بالنسبة للسنة الماضية، لأنه كما في علمكم محتلين الرتبة الثانية جهويا من حيث نتائج